ايوه تمام يا فندم. تمام يا باشا، سيادتك قلت لها هتيجي تشرب القهوه عندي في المكتب. تصدق وتامن بالله انا ما عارف اشرب فنجان قهوه من صباحيه ربنا، براجع ملف بورت مدينه نصر. طب ما تطلب لنا قهوه كلنا كده عشان اليوم شكله طويل. ماشي. ايوه طب تمام جدا، انا جالك حاجه. خير في ايه؟ ماموريه على السريع كده وراجع لك. جاد خليك معايا انا هناك عشان لو احتجت حاجه. معاك يا ريس. سلام. سلام يا ريس. بس يا رنون بقى. ايوه يا زكريا. اه نادي. رنا منهاره وبتقول انك وعدتها. نادي انا ما قلتش حاجه، انا قلت هحاول اجي. وبعدين اعمل ايه يعني؟ ما انت شايفه الدنيا عامله ازاي. يا حبيبي ما قلنا 100,000 مره ما تقولش هحاول وانت مش متاكد. قول من الاول مش هعرف اجي وخلاص. هو بمزاجي؟ ما انا فعلا عايز اجي. طب خد قول لها انت الكلمتين دول، حاول تهديها شويه. بابا عاوز يكلمك. حبيبة بابا معلش، انا عارف ان انا قلت لك ان انا هحاول اجي يا رنا، بس وانا جاي لك في الطريق كلموني في الشغل وقالوا لي لازم ارجع، شغل مهم قوي. خرج انت وماما النهارده وانا لو خلصت شغل بدري هحاول اجي لك يا حبيبتي. وانا كمان والله عايز اجي لك. المهم بس بطلي عياط وانا لما اجي هصالحك مصالحه كبيره قوي. بس انت النهارده بالليل تجي لنا كده وتسوي لنا لبه. لبه؟ الراجل عايز طوله ويجي لنا ويجيب معاه لبه؟ فاكر اللبه اللي هي التسالي انت لسه الف بيها خالص. اللبه اقصد بيها الفراكه اللي بنسوي منها اللصيمه. اول طرح اللبش بنجيب العجر. يعني انا فهمت منك اللصيمه لما تقول العجر. العجر هذا هو البطيخ الصغير. نجيب البطيخ ونشويه. بيشوي البطيخ؟ ولما العجرم تشوي المارشميلو عادي. مش فاهم عرفت الحاجات دي كلها ازاي؟ لا صاحبك زي الشاي البرجه في كل مطرح معروف. تعال نقهويك يا يوسف. نور يا سليمان. مقدم زكريا يونس الامن الوطني. نورت معالي الرئيس. لقيتهم على الواد يا باشا؟ لقينا معاه دوائر كهربائيه وتايمرات وريموتات. طبعا وعد يقول انا مهندس الكترونيات وكان عندي شغل. دي بطاقه يا باشا. طب قهوتك يا باشا. سادة يا باشا. مكان مكانك، بس عندي مشكله في الحجز اخلصها واجي معاك تاني. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. احمد. أجد بقولك انت قدامك ملف خليه مدينه نصر. طب قول لي اسماء العناصر الهربانه منه. ايوه اديني بقى اوصاف الحركه المعتصم ده. لا تمام يا جد، شكل ربك مسهله النهارده. انا هبعت لك تليفون الزبون ده شوف عليه ايه. بس على سخانه جد، ابعت لي وحيد. وشك في الحيطه ما تلفش. ازيك يا باشمهندس شاكر؟ فطرت طيب ولا ابعت اجيب اكل؟ لا فطار ولا غدا. متشكر ملوش لزوم. انا هبقى اتغدى في بيتنا براحتي لما اخرج. واحنا ماسكينك بشماريخ يا ابني؟ ده انت مدوخنا بقالك حبه يا شاكر. انا دوختك انت؟ لا انت غلطان يا باشا.
انت اكيد بتدور على حد تاني. هو انت مش انت الاسم الحركي بتاعك معتصم برضو بتاع خليه مدينه نصر اللي فجرت العماره، مهندس ابو نضاره اللي بيركب التايمر على المتفجرات، زمايلك وصفوك كده. زمايلي وصفوني انا كده؟ ده تلات ارباع مهندسين البلد بنضارات يا باشا. صح، بس احنا بقى ما مسكناش حد فيهم غيرك مع دوائر وتايمرات. مش بتوعي. بقول لك ايه يا باشا، انت شكلك طيب وصوتك بيقول ان انت ابن حلال، ماشيين احسن. عارف ليه؟ علشان اللواءات اللي فوق سعادتك لما الرئيس بتاعنا يكلمهم ويقول لهم خرجوه هيخرجوني. ساعتها معلش يعني هيبقى في شويه احراج لحضرتك انا عن نفسي ما ارضاهوش ليك. انا ما بظهرش لحد، طالما شفتني تبقى انت عامل مصيبه في البلد. مفيش حد هيخرجك من هنا يا شاكري، ولا حتى رئيسك، مفيش حد فوق القانون. كنت رايح شقه ولا مخزن؟ بص يا شاكر، احنا لحد دلوقتي مفيش بينا دم، خلينا نلم الدنيا. انت مش هتخرج، هتساعد نفسك هساعدك، مش هتساعد نفسك اختيارك. هتكهربني؟ كهربة ايه؟ ده انت حتى من ساعة ما اخواتك مسكوا لا في كهرباء ولا حتى مية، قاطعينها. اعمل اللي انت عايزه، بس انت كده فاكر ان ربنا هيسيبك؟ ده يمهل ولا يهمل، وانا اوعدك لو ما خدتش منك حقي في الدنيا هكون خصيمك بيوم القيامه. وانا راضي يا شاكر، انا راضي ربنا يبقى بيني وبينك. انا بقول بقى نقصر الطرق، تقعد تفضفض معايا بمزاجك كده وتقول لي فين مكان البيت او المخزن. احنا اللي بيمنع الدم بيبقى ليه عندنا جميله. هو المكتب هنا ما فيهوش ساعة ولا إيه؟ الساعة كان معاك يا باشا لو سمحت. تلاتة ونص، إحنا مأخرينك على حاجة، طمني. لا لا، مش أنا اللي متأخر، أنت اللي متأخر يا باشا. أنا هقول لك، أنا لما مسكوني ما كنتش رايح في حتة، كنت راجع. راجع منين؟ من شقة في مصر الجديدة. الناس اللي فيها زمانهم نزلوا، مش انتوا عايزين تعملوا ثورة؟ وماله؟ اعملوا. بس هو في ثورة يا باشا ما فيهاش شهداء، عشان كده احنا هنعمل لكم شهداء عشان يبقى في ثورة بجد. فنصيحتي ليك يا باشا، اتكل على الله، انزل الحق الناس ديت، او ما تلحقهمش بقى دي بتاعت ربنا. بس خلي بالك، أعمار الناس دي هتبقى آمنة في رقبتك. اتكل على الله يا باشا، انزل مصر الجديدة لف عليها واحد واحد، جايز تعرفهم. بص يا شاكر، أنا عاوز أحكي لك حكاية. في 2009 كنت لسه منقول، كان اسمه وقتها أمن الدولة. المهم كان في واد صغير 16 سنة مسكناه في بيت راجل تكفيري. حققت معاه. الواد قعد يعيط ويقول لي يا باشا انا ماليش ذنب، انا كنت فاكره راجل بتاع ربنا معرفش انه بيعمل الحاجات دي، انا كل اللي بعمله باكله وبشربه بس عشان اكسب فيه ثواب. سبته يا شاكر. بعدها باسبوع فجر اتوبيس سياحي في الازهر. من ساعتها بقى ما بقعدش مع حد الا وبيحكي لي كل حاجه، عشان لو ما عرفتش كل حاجه ربنا هيحاسبني برضه، بس على موت ناس بريئة. فأنا مش هخرج من هنا دلوقتي إلا وأنا عارف كل حاجة يا شاكر. تمام؟